ونبقى في موضوع الفساد، حيث نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع ودادية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس يوما دراسيا حول مخاطر وحوكمة الصفقات العمومية، تناولت خلالها بالبحث والتحليل استفحال ظاهرة الفساد صلب الصفقات العمومية وما يترتب عليها من مخاطر تمس الفرد والمجموعة. والله اليوم الدراسي هذايا هو داخل في استضافة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، اللي طلبت الهيئة في تأسيس يوم دراسي حول مخاطر الصفقات وحوكمة الصفقات. وعلى الأساس هذايا احنا جينا باش نتكلموا في الموضوع هذايا، أنا وزميلة من هيئة الطلب العمومي وبرشا مبلغين، معناها لقاو حماية كاملة. أما شبهة الفساد معناها من عريضة تقع دراستها نجم توصل حتى إحالة للقضاء.